السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي قناة أم ياسر المتنوعة مع فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. وصفة اليوم هي جد سهلة، نوريكم طريقة تحضير البودرة ديال الليمون اللي كنستعمل بزاف في الكيك والحلويات. عندي هنايا الليمون قشرته رقيق، ومن بعد حيدت لي داك القشرة البيضاء اللي كتكون فيه، كردتها هكا بالموس وحطيته في الشمس يبس ليا مزيان. ومنين غادي يبس لينا مزيان عاود حطيته في الفران، شعلت الفران مزيان تسخن ليا مزيان وطفيته وحطيته في واحد الطاوة ديال الحديد وخليته يبس ليا اكثر. هانتوما كما كتلاحظوا معايا القرمشة ديالو، هانتوما كما كتسمعوا معايا تيبس لينا مزيان. كما كنعاود اكد عليكم خاصو يكون يابس لينا مزيان، تحيد منه ديك الرطوبة اللي كتكون فيه. ودابا غادي نطحنو هنا في المولينكس. هانتوما ناخذ المولينكس نحطو فيها البودره هكا، نحطو فيها عفوا الليمون ديالنا. هانتوما نحاولوا اننا نهرسو الا كانت عندنا قطع كبيره هكا. تيقون يا البنات ترى هاد البودره راه كتجي رائعه وزوينه، كنستعملها بزاف، هي اللي كنستعمل بزاف. هما نكتفي بهاد الكمية، هانتوما هانتوما من بعد ما طحنتو كناخدو شي طبسيل، كناخدو شي طبسيل وناخدو الغربال لي يكون رقيق. هانتوما نبقاو نغربلو باش تبقى لينا غير ديك البودرة. هانتوما كما كتلاحظوا معايا ممكن هاد الطريقة تستعملوها حتى في الليمون او للحامض ولا واحد كيفاش كيقول ليه. نعاود نرجع الكميه الخلاط ديالنا، هانتوما نضيف كميه اخرى. نكتفي بهذا القدر، هانتوما نعاود نطحنو. هانتوما من بعد ما طحنا هذه الكمية الثانية ثم نغربلو كذلك، نغربلوها على هذا الشكل. الا كان عندكم داك الغربال الرقيق ممكن انكم تستعملوه، انا عندي هذا اللي كنغربل به الطحين، كاين ما رقق من هذا ممكن انكم تستعملوه. هانتوما كما كتلاحظوا معايا الكميه اللي عندي راه كتخرج ليا بزاف. ثم نعاودو نرجعو هذه الكميه اللي غربلنا، اللي ما بغاتش تغربل لينا عفوا، نزيدوا عليها الليمون. هانتوما البنات غادي نستمر تنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. هانتوما نوريكم هذا الشيء بما كملت الكميه الاخرى. هانتوما كيفاش كيجينا،
عرفت واش كيبان لكم ولا لا هانتوما. المهم كما قلت لكم غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هاي البنات البودره ديالي من بعد ما طحنت ديك الكميه كامله اللي وريتكم كيجينا على هاد الشكل هانتوما كما كتلاحظوا معايا، عطاتني كميه كثيره. ممكن انكم تحتفظوا بها في شي قرعه ديال الدجاج وتحطوها في شي مكان يكون بارد اولا الثلاجه، راه كتبقى مده طويله. تيقولوا البنات راه هاد البودره راه كتجي رائعه خصوصا في الكيك اولا في الغريبه، بحال الغريبه ديال الليمون اللي كتجي رائعه في المذاق بهاد البودره. شنها ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا على لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. شكرا والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.